أمن تذاكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت اكفوا فاهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خط عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كاشحا مترف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم
يا رب واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرمي والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزمي وذل لسحب صلاة منك دائمتان على النبي بمنهل ومنسجمي